إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بكالوريا 2008 للشعب الأدبية، الموضوع الأول، حيث إذا قلت هنا ل 2008 لأداب الأول. إلى أن متتالية معرفة على أن، يعني أن تبدأ من الصفر كما يلي: إلى أن تساوي ثلاثة أن زائد واحد. السؤال الأول هو أحسب إلي صفر وإلي واحد وإلي اثنان. إذا نبدأ: واحد، حساب إلي صفر، إلي واحد وإلي اثنان. يعني هو سؤال بسيط جدا. نأتي إلى عبارة الحد، العبارة هذه التي تلاحظونها هنا، يعني إلي أن يساوينا ثلاثة أن زائد واحد. بكل بساطة ماذا نقوم؟ لاحظوا جيدا، هنا عوضنا، نعوض ان بصفر فقط، يعني هنا كما تلاحظون نعوض بصفر، كما كذلك هنا نعوض بصفر، يعني تصبح هكذا: اي لي صفر يساوينا ثلاثة في صفر زائد واحد. وتعطي لكم ثلاثة في صفر هو صفر زائد واحد، يعطي لنا اي لي صفر مباشرة يساوينا واحد. إلي واحد كذلك، نأتي إلى إلي واحد، أكرر دائما إلي واحد، أعوض هنا بالواحد وهنا بالواحد مباشرة، يعني كيف تصبح؟ تصبح إلي واحد يساوينا ثلاثة في واحد زائد واحد، وتعطي لكم أربعة. نأتي إلى إلي اثنان بنفس الطريقة، أنا أكرر بنفس الطريقة، يعني نعوض هنا باثنان وهنا باثنان، يعني تصبح لكم النتيجة هي ثلاثة في اثنان زائد واحد، وتعطي لكم سبعة فقط. إذا هكذا نقوم بحل هذا السؤال لكيفية إيجاد حساب حدود هذه المتتالية. الآن السؤال الذي جاء بعده هو البرهان أن إلي أن بين قوسين متتالية حسابية. يطلب تعيين أساسها، سنلاحظ كيف نقوم بالبرهان. إذا حتى تكون إلي أن متتالية حسابية يجب أن نجد إلي أن زائد واحد ناقص إلي أن يساوينا R اللي هو الأساس. ننطلق من هذه القاعدة، نجعل إلي أن زائد واحد ناقص إلي أن، نجد هنا عدد حقيقي ليس عدد طبيعي. إذا ننطلق، لاحظوا لدينا هنا، أنا أشير هنا عندنا إلي أن، لو نجعل إلي أن زائد واحد نضيف هنا واحد وهنا كذلك نضيف واحد، يعني هكذا إلي، انتبهوا، عندنا إلي أن تساوينا ثلاثة أن زائد واحد. بما أن نضيف هنا زائد واحد، نضيف كذلك هنا زائد واحد، إلا أني لا ننسى الأقواس، هكذا، يعني هذه هي إلي أن زائد واحد، يعني تصبح لنا ماذا؟ تصبح هكذا: ثلاثة في أن زائد واحد زائد واحد، هذه عبارة إلي أن زائد واحد ناقص إلي أن، ها إلي أن عبارتها هي كما أشير إليها هنا، ناقص ثلاثة أن زائد واحد تساوي. الآن نقوم بعملية النشر هكذا، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم ثلاثة أن زائد ثلاثة زائد واحد، ندخل الناقص هنا، تعطيكم ناقص ثلاثة أن ناقص واحد تساوي. ماذا يحدث؟ لاحظوا ماذا يحدث، لقد حدث هنا، ذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا، بقيت لنا النتيجة كما تلاحظون، أعطت لنا ماذا؟ أعطت لنا ثلاثة. إذا أعطت لنا ثلاثة، وهذا هو الأساس، قد توصلنا إلى هذه، توصلنا إلى الحل، أنه إلي أن زائد واحد ناقص إلي أن أعطيت لنا
أكرر أعطيت لنا ثلاثة، ومنه هكذا، ومنه في إلي أن متتالية حسابية أساسها R يعطينا كم؟ يعطي لنا ثلاثة. هذه هي كيفية برهان على متتالية حسابية. نأتي إلى تغيراتها بكل بساطة، تغيرات عين اتجاه التغيرات. إذن اتجاه التغير، اتجاه تغير إلي أن بكل بساطة هي نقول بما أن، نقول هكذا، بما أن R يساوينا ثلاثة، إذن R يعني ثلاثة أكبر من الصفر، أو نقول ثلاثة عدد موجب، فإن المتتالية متزايدة تماما. لو وجدنا هذا الأساس الذي أشير إليه عدد سالب نقول متناقصة، هذا في المتتالية الحسابية. إذا وجدناه عدد موجب، خمسة جذر خمسة أي عدد، نقول أنها متزايدة. إذا وجدناه سالب نقول متناقصة فقط. هذا اتجاه تغير المتتالية الحسابية. سنكمل مع السؤال الذي جاء بعده، هو التحقق أن العدد، التحقق أن العدد 2008 حد من حدود المتتالية إلي أن. إذن نكتب هكذا، التحقق أن 2008 حدا من حدود المتتالية إلي أن. كي أعرف أنه حد من الحدود، بكل بساطة نجعل عبارة الحد العام هذه تساوي هذا العدد، ونقوم بحل المعادلة ذات المجهول أن، حيث أجد أن أنه عدد طبيعي. إذن بكل بساطة أقول هكذا، إي لي أن يساوينا 2008، يعني تصبح ثلاثة أن زائد واحد يساوينا 2008. ننقل هذا إلى الطرف، تصبح ثلاثة أن تساوينا 2008 ناقص واحد، ثلاثة أن تعطينا 2007. وبما أن ثلاثة في أن يعني في ينتقل إلى المقام هذا العدد، تصبح أن يساوينا 2007 على ماذا؟ على ثلاثة. ستقومون بالحساب بالآلة الحاسبة، ستعطيكم 669. هذا هو العدد آن الذي وجدناه. هل هو عدد طبيعي؟ انتبهوا، هل هو عدد طبيعي؟ نعم عدد طبيعي. بما أنه عدد طبيعي فهو 2008 هو حد من حدود المتتالية إلي أن. إذن هو حد من حدود، نقول ومنه، حيث هذا 669 ينتمي إلى أن، ومنه 2008 حدا من حدود المتتالية إلي أن. بكل يعني بساطة. نأتي إلى السؤال، قال وما رتبته، رتبته لاحظوا جيدا، رتبته بما أن أن وجدناه هو 669، ولاحظوا أن المتتالية تنطلق من إلي صفر حتى إلى هذا الحد. كيف نقول؟ بكل بساطة نقول هكذا، انتبهوا، إنها تنطلق من الصفر، نقول 669 ناقص صفر زائد واحد دائما تعطيكم 670. رتبته 670. لماذا؟ لأنها تنطلق من الصفر.
لو كانت تنطلق من الواحد نقول 669 ناقص 1 زائد 1 تعطيكم 669، ولكن بما أنها تنطلق من الصفر يعني من صفر إلى 669 يوجد لنا 670 حدا، يعني رتبته 670. نأتي إلى السؤال الأخير الذي هو حساب المجموع. إذن حساب المجموع حيث S يساوينا من إلي صفر إي واحد إلى إلي 670. بكل بساطة عندنا مجموع متتالية حسابية يقول عدد الحدود هكذا على اثنان في الحد الأول زائد الحد الأخير. إذا يصبح لنا S يساوينا عدد الحدود، قلنا الدليل الكبير يعني هكذا 670 669 عفوا 906 عفوا هكذا قلت هنا يعني 69 بكل بساطة هكذا تجعل لنا 669 ناقص دليل الحد الأول زائد 1 على 2 في الحد الأول زائد الحد الأخير 669. تصبح لنا S يساوينا 670 على 2 في الحد الأول هو إلي 0، وجدنا قيمته لو تعدنا الفيديو هو 1 زائد إلي 669 هو قيمته هو 2008. نكمل الحساب، S تساوينا 335 في 2009. واكملوا أنتم الحساب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. شكراً.